نظفتش المكتب ده ليه؟ نظفت يا استاذه. طيب 10 دقايق ارجع الاقي المكتب ده نضيف وتنضفه من الزباله دي. لازم نتكلم. انا بحاول اوصل لك بقالي اسبوع مش عارف اوصل لك ولا حد بيرد عليا. انت بتعمل ايه هنا؟ انا بعمل اللي مش عارف اعمله بره. انا عايز اتكلم معاكي، عايز افهمك، وانت بتعمليني كاني مش موجود. عشان انت فعلا ما بقتش موجود. انت بتكدبي. انا هفضل دايما موجود جواكي. وهي دي بقى الكدبه اللي انت صدقتها. قلت طالما بتحبني بقى يبقى اعمل من وراها كل اللي انا عايزه. مش كدبه يا ملك. لا دي اكبر كدبه. لما تفتكر ان مكانك اللي موجود ده عمره ما هيختفي مهما عملت تبقى اكبر كذبه. مكانك اللي كان موجود هنا اختفى. اختفى لما اتاكدت اني مش فارقه معاك. اوعي تقولي كده يا ملك. انا مفيش حاجه في الدنيا عندي اهم منك. كنت فاكره كده. بس الحمد لله اني شفت الحقيقه بعيني. سامحيني يا ملك. كفايه كده. انا بحبك. والله بحبك وانا عارف ان انت بتحبيني فكفايه. كنت. لا ما كنتيش. انت لسه بتحبيني وهو مش زرار بتدوسي عليه. لا زرار. عارف اسمه ايه؟ اسمه الخيانه. وجودك اللي كان زمان سبب في سعادتي بقى دلوقتي بيضايقني وبيعكنني. انساني يا زياد، انساني عشان انا فعلا نسيتك. ولو سمحت كفايه لحد كده. وخلي عندك كرامه. ملك. لو سمحت امشي. انا مش همشي الا ما نخلص كلامنا. وانا خلصت كلامي. ووالله العظيم لو ما مشيتش بكرامتك لاطلب لك السكيورتي يمشوك بطريقتهم. انت عايزاني ابطل وانا مش هبطل احاول لاني بحبك. خلاص يبقى انت اللي مصمم ان انا اتعامل معاك بطريقه مش هتعجبك.